العافيه على الاستعجال في عمل الدستور. يعني افتكر الجو ده مش مناسب ان احنا نستفتي على الدستور. هم عايزين يضربونا ويقتلونا ويسحلوا الستات على الاراضي ويحرقوا لنا الخيم ويقولوا ان هم في الاخر هم اللي بيتقتلوا. على اي اساس انتوا بتتقتلوا يعني؟ على اي اساس؟ انا مش فاهم. مرسي دلوقتي عايز يحتاج كل سلطات الدوله، كل السلطات معايا، السلطه التنفيذيه والقضائيه، السلطه التنفيذيه والتشريعيه وبيلغي السلطه القضائيه خلاص. هم دلوقتي بيحتكروا الشعب المصري، هيقتلوا كل الشعب المصري، يقتلوا الشعب المصري كله واحكموا انتوا بقى. الدستور ده باطل لان التاسيسيه باطله، مش بتعكس او مش لما كل اطياف الشعب، مش بتمثل اطياف الشعب اصلا. ناس كتير منها اخوانجيه، بس البيان اللي طلع امبارح ده انا مش عارفه موقعه ايه من الاعراب. يعني المفروض ان الاعلان الدستوري يتلغي، بس الحاجات اللي تمت فيه ما تتلغيش. طب نفهمها ازاي دي؟ يعني